وجدان؟ وجدان، أنت منيحة مو هيك؟ إيه أنا كتير منيحة، وكمان خالتي رح تكون هيك بيان. قولي لي شو كنت رح أعمل بدونك؟ من وقت ما دخلتي على بيتنا وأنت هي السند الوحيد لإلنا. أنت شو قلت بيان؟ هذا بيتي. إيه هذا بيتي إلي، وأنتو كلكن عيلتي يا بيان. هاي شارو. ألو؟ ألو؟ سيد بيان، بترجاك سيد بيان بتقدر تساعدني لآخر مرة؟ أنت بس دق لها بسرعة لأمي لو سمحت، وإلا إنه حياتي بخطر. ما عم بقدر دق لها. لك فهميني شوفي. جي اس ما عم بيخليني روح، هو هلا حابسني بطاحونة مهجورة وما بعرف وين مكانها، وكمان أنا شوي تاني رح. ألو ألو وجدان، زوجة لشارو حابسة هلا بشي طاحونة مهجورة لأنه هي بس ساعدتني. كل هاد صار بسببي أنا، عن جد ما بعرف شو بدي أعمل. ليك يا بيان أنا معك، يمكن عن جد تكون شارو هلا بخطر منه، بس ليك أنا ما عندي ثقة بهالمرة نهائيا. بيان هي من وقت ما أجت على حياتنا ما جابت معها غير المشاكل. أنا بترجاك إذا عن جد بدك تساعدها فاتصل بالشرطة فورا، بس أنت لا تدخل حالك بهالقصة بيان رجاء. بنتي اشربي العصير. لو سمحتوا اطلعوا هلا، ما في داعي تجتمعوا هون، خلوها ترتاح شوي. يلا. هذا الرقم غير موضوع بالخدمة حالياً، الرجاء التأكد من الرقم.